السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا بحضراتكم في فيديو جديد من سلسلة شروحات منصة مايكروسوفت التعليمية. اليوم بإذن الله هنتعلم إزاي أقدم على مسابقة المعلم الخبير وأحصل على اللقب بإذن الله بالطريقة الصحيحة، فتابع معنا الفيديو لآخره عشان تعرف الخطوات الصحيحة للتقدم لمسابقة المعلم الخبير. خلينا في البداية قبل ما نبدأ نشوف ايه هي منصة مايكروسوفت التعليمية. زي ما حضراتكم شايفين دي الصورة الرسمية للموقع وشكلها اتغير شوية عن العام الماضي، ولكن المنصة موجودة بكل الامتيازات اللي فيها. منصة مايكروسوفت التعليمية هي عبارة عن Professional Development Tools and Resources for Teachers، منصة للتطوير المهني في مجال تكنولوجيا التعليم لكل المدرسين من مختلف دول العالم، وفيها أيضا مجموعة من الكورسات والأدوات التكنولوجيا اللي بتساعد المعلم إن هو يظهر ممارسات متميزة في مجال التدريس. فبالتالي ده شكل الويب سايت الخاص بمنصة مايكروسوفت التعليمية، ممكن حضراتكم تسجلوا حساب فيه ويكون حساب رسمي يا إما ب 365 أو بحساب شخصي بالجيميل، وإن شاء الله في الديسكريبشن هتلاقوا لينك الفيديو الخاص بإزاي أعمل حساب على منصة مايكروسوفت التعليمية. عندنا ثلاث بادجات أساسية في برنامج منصة مايكروسوفت التعليمية. البادج الأول وهو سيرتيفايد MIE المعلم المبدع المعتمد، وبمجرد تسجيلي على الموقع ودراستي وحصولي على 1000 نقطة أحصل على هذا اللقب مباشر. اللقب الثاني أو البادج الثاني وهو الـ MIE Expert المعلم الخبير المعتمد، ومن خلاله بحصل على شهادة واسمي بينزل في قائمة خبراء على مستوى العالم في شهر أغسطس بإذن الله. البادج الثالث وهو البادج الخاص بالتدريب، وإن شاء الله هنفرد له فيديو خاص بي ويكون نعرف فيه أيضا الخطوات إن أنا أقدر أكون معلم معتمد مدرب معتمد من شركة مايكروسوفت. وصلنا يوم 10 إبريل إيميل خاص بالتسجيل في السنة الجديدة اللي هي 2021، وخطوات التسجيل أيضا اللي هنشرحها مع بعض دلوقتي. وزي ما حضراتكم شايفين الموعد السنة دي هو 1/5/15/7، وده الموعد الرسمي اللي من خلاله أقدر أسجل للعام الأكاديمي 2021. الكل اللي هيسجل في الفترة من 1/5 لـ 15/7 ويتم اختياره بإذن الله هيتم إعلان اسمه في القائمة النهائية اللي هتصدر من مايكروسوفت يوم 31 أغسطس من هذه السنة. طيب السؤال، طيب اللي هيقدم بعد 15/7 برضه هيحصل على اللقب بإذن الله لو تم اجتياز المشروع بتاعه، اجتاز مرحلة التقديم وتم اختياره، ولكن هتكون القائمة تم إصدارها من قبل، يعني هي بعد 31 القائمة هتصدر وأي واحد هيفوز بعد كده اسمه خلاص مش موجود في القائمة، تمام؟ بس بالتالي بقى أيضا هيحصل على اللقب. فكون حريص جدا إنك تقدم من 1/5 لـ 15/7، لأن التقديم ونزول اسمك في قائمة الخبراء على مستوى العالم هو شيء مميز جدا ونفخر به. اليوم بإذن الله هنتكلم على البادج الرئيسي وهو MIE Expert، إزاي أحصل على لقب المعلم الخبير من شركة مايكروسوفت، وهي الخطوات الصحيحة اللي بقدم بيها وبإذن الله يكون اللقب مضمون. أول خطوة معانا وهي أن أنا أكون منضم لمجتمع مايكروسوفت التعليمي ويكون ليا حساب شخصي سواء كان بحساب 365 أو بالجيميل، فكلا الحالتين أهم شيء أن أنا يكون عندي حساب رسمي على education.microsoft.com. دي الخطوة الأولى. الخطوة الثانية، يجب أن يكون المعلم معلم مايكروسوفت المبدع المعتمد اللي هو الـ MIE Certified MIE المعلم المبدع المعتمد من شركة مايكروسوفت. والبادج ده أنا بحصل عليه بمجرد حصولي على 1000 نقطة من خلال دراستي أو من خلال كود أنا حطيته لو حضرت دورة أو برنامج تدريبي مع مدرب معين، سواء كان فيس تو فيس يعني حضرت بنفسي أو التدريب ده كان أونلاين.
الخطوة الثالثة وهي بقى البروجكت أو تقديم ملف فيديو أو ملف سوي، يقوم المعلم فيه بالإجابة عن 4 أسئلة رئيسية. كل خطوة من دول هنشوفهم مع بعض، وإزاي إن أنا من خلال الخطوات ديت أكون اتأكدت إن أنا حصلت على لقب المعلم الخبير بإذن الله. خلينا نبدأ مع أول خطوة. ستيب نمبر 1، الخطوة الأولى زي ما قلنا، تأكد من انضمامك لمجتمع مايكروسوفت التعليمي من خلال حساب الوزارة أو من خلال حساب مايكروسوفت الخاص بيك، زي مثلا حساب الجيميل لو انت عامل حساب شخصي على شركة مايكروسوفت. بعد كده نتأكد فعلا ان احنا اتمينا الملف التعريفي الخاص بنا، زي مثلا الايميل المكتوب، البيانات الشخصية المكتوبة الاخرى. في بعض الاعدادات الخاصة بملف التعريف يجب انها تكون مكتملة. طبعا ده الشكل الرئيسي لمنصة مايكروسوفت التعليمية، وده الموقع الرسمي اللي هو education.microsoft.com، وهنلاقي اسفل الفيديو في الديسكريبشن فيديو خاص بازاي ان انا اسجل على مجتمع مايكروسوفت التعليمي ويكون عندي حساب خاص على الشركة. اعتقد دي خطوة بسيطة جدا وما هتاخد جهد ولا عناء من اي واحد فينا. ستيب نمبر 2 او الخطوة رقم 2 هي خطوة مهمة ايضا، ان احنا نتأكد من اننا حصلنا على 1000 نقطة على الاقل. يعني كل ما كان النقاط اكثر كل ما كانت نقطة ايجابية وبتدعم ملفنا في ملف الترشح لمسابقة المعلم الخبير. ودي انا بقدر احصل عليها بمجرد دراستي كورس او كورسين او دورة تدريبية، بحصل بيها على نقاط 1000 نقطة، وبالتالي بحصل على لقب الـ MIE اللي هو Certified MIE أو المعلم المبدع. السؤال المهم، هل أقدر أقدم على المعلم الخبير من غير الخطوة دي؟ ما ينفع أن أنا أقدم، لأن بالتالي أنا مش هيكون وصلت للحد الأدنى وهو 1000 نقطة. الـ MIE Expert هي بتودينا مباشر إلى MIE Certified MIE، بتودينا أو بتاخدنا أو هي بداية الطريق للـ MIE Expert. يعني أنا من خلال كوني معلم مبدع بالتالي أنا بنطلق وبطلع للخطوة اللي فوقيها اللي هي المعلم المبدع الخبير. دي الخطوة الثانية، ونتأكد كلنا أن احنا حصلنا على 1000 نقطة. الخطوة الثالثة اللي معانا هي الشغل اللي بقى شغل المعلم اللي هيقدمه أو البروجكت اللي هيقدمه، إن أنا هقوم بإنشاء فيديو مدته 2 دقيقة، أو إن أنا أعمل ملف إسوائي أجيب فيه أو أقوم بالإجابة فيه عن مجموعة من الأسئلة بشكل مبدع، بشكل يعكس إن أنا معلم فعلا مبدع وخبير، إن أنا معلم قادر على استخدام التكنولوجيا وتوظيفها بالشكل السليم في مجال تكنولوجيا التعليم. أنا ممكن أعمل فيديو، والفيديو ممكن أعمله بمونتاج بأي برنامج، ما بتفرق قوي، الفكرة كلها في الكونتنت نفسه. دايما في يعني جملة مشهورة بتقول content is the king، المحتوى هو الملك. يعني أنا ما ينفع أجيب أي صورتين ثلاثة أو أي شغل أي كلام، وإن أنا أقعد أمنتج وأتعب نفسي في المونتاج وأجيب برامج بروفيشنال في المونتاج والمحتوى بتاعي بيكون ضعيف. لكن لو انا شغلي كويس تمام، والمحتوى اللي انا بقدمه محتوى محترم وعندي شغل فيه جودة، بالتالي انا المحتوى بتاعي هيكون هو الداعم ليا وهيكون بيرشحني بشكل كبير جدا. هنا انا عندي ملحوظة في موضوع الفيديو، الفيديو لو عملناه ورفعناه هيكون صعب جدا التعديل فيه، عشان كده انا بفضل دايما وفي كل سنة انا بقدم ملف سوي قابل للتعديل، حتى لو بعد ما انا قدمت وخلصت تقديم حبيت ان انا اعدل فيه بيتم التعديل براحتي، معايا من 1/5 ل 15/7 اقدر اعدل فيه زي ما انا عايز. بالتالي انا قدام اختيارين، يا اما ملف السوي او ملف الفيديو. نخلي بالنا ان في كلا الحالتين الفيديو او السوي هيكون موجود على الانترنت، فلو انا حاطط مثلا لو انا في مدرسة بنات فاتأكد ان مثلا ما عنديش مشاكل في ان الفيديو او السوي ده يكون موجود اونلاين، لان هو بالتالي هيكون منشور على الانترنت، فالنقطة دي نخلي بالنا منها.
هنشوف دلوقتي ايه هي الاسئلة اللي المفروض ان انا اكون مقدمها في البروجكت اللي بقدمه، سواء كان الفيديو او ملف الاسوي. خليكم معانا لنهاية الفيديو. السؤال المهم، ايه اللي انا اقدر اقدمه في المشروع بتاعي؟ المشروع اللي انا بقدمه هو مشروع بيعكس قدراتي كمعلم في استخدام وتوظيف تكنولوجيا التعليم، اقصد بها التكنولوجيا الخاصة بمايكروسوفت في مجال مادتي، ازاي انا بدرس اللغة الانجليزية او اللغة العربية او اي مادة، وبستطيع من خلال توظيف تكنولوجيا التعليم في اظهار ممارسات متميزة للطلاب. وده السؤال مهم جدا، وهو ده يعني زي ما بنقول المحك الرئيسي في الحصول على اللقب. عندنا مجموعة من الأسئلة. السؤال الأول اللي لازم أجاوب عليه وهو إيه اللي بيخليني أو لماذا تعتبر نفسك معلم خبير لمايكروسوفت؟ هيكون الإجابة على الأسئلة على هيئة سيكشنز في ملف الإسوي أو في الفيديو، ونتأكد ان احنا بنجاوب على الاسئلة بشكل مبدع، بشكل فيه يعني جمل مفيدة ومعبرة، ويعني في الكلمات او في الجمل اللي هي فيها يعني كلام مقالي نتجنب الكتابة الكثيرة، يعني خير الكلام ما قل ودل، الكلام يكون مركز ويكون معبر جدا على كل نقطة. هنا السؤال الأول، لماذا تعتبر نفسك معلم خبيرا من شركة مايكروسوفت؟ وهنا أنا أقدر أوصف إيه هي الممارسات اللي أنا بقدمها داخل الصف أو خارج الصف مع طلابي، مجرد أن أنا بشرح بالكلام. السؤال الثاني اللي معايا وهو، صف كيف قمت بدمج تقنيات مايكروسوفت التعليمية بطرق مبتكرة في صفك الدراسي، ضع أدلة مثل الصور والفيديوهات. هنا بقى أنا هقوم بإعداد وبتقديم كافة الأدلة اللي أنا اشتغلت بيها مع الطلاب. يعني مثلا أنا عندي حزمة الأوفيس 365 اللي هي حزمة 365، منها الوورد والباوربوينت والإكسل والون نوت والبلانر والتيمز والسواي والسكايبي والون درايف، كل دي حزمة 365. أنا في النقطة ديت أنا هبتدي أعبر وأوصف إيه شغلي الرئيسي مع الطلبة والممارسات اللي أنا قدمتها مع الطلبة، ولكن لازم في النقطة ديت إن أنا أضع أدلة على شغلي. يعني أضع أدلة يعني صور شغلي مع الطلاب داخل الصف أو بره الصف، شغلي مع الطلاب على التيمز، أخد سكرين شوت حلوة كده وإن أنا أحطها بشكل مميز، ونركز في النقطة ديت على ممارسات الطلاب. يعني ما يكون إن أنا أجيب سكرين شوت لورقة أو لمنشور أنا عامله وما عنديش ردود خالص من الطلاب، تمام؟ فالصورة أو الدليل اللي أنا بنشره أو إن أنا بقدمه في النقطة ديت يكون مركز أكتر على شغل الطلاب وليس المعلم. يعني في التيمز مثلا لو أنا خدت سكرين شوت للواجبات، ما أخدش سكرين شوت لواجبات الطلبة مش حلاها، لا، أنا أخد لأفضل أفضل شغل للطلاب. يعني لو في واجب طلاب حلينه كامل وطالب واجب تاني طالب أو اتنين حلينه، لا، أنا أخد اللي الطلاب حلينه كامل، بحيث إن أنا يكون في ممارسات متميزة ليا وللطلاب. أحيانا في بعض المدرسين بيعملوا فيديوهات جميلة نحطها في السوي، ما فيش أي مشكلة. فالنقطة ديت هي اللي بيتم فيها إظهار الممارسات المتميزة للمعلم في مجال تكنولوجيا التعليم، والنقطة ديت مهمة جدا جدا، وهي المحك الرئيسي فعلا في تقييم الملف، في إما بالقبول أو بالرفض. والعام الماضي شفنا كتير من الملفات تم رفضها بسبب ان الشغل على التيمز غير كافي، ان الشغل على الفورمز غير كافي، او ان جودة الشغل نفسها مش عالية، فبالتالي المعلم آسف في الكلمة لم يكن يستحق الحصول على لقب المعلم الخبير. فبالتالي النقطة دي نخلي بالنا منها جدا علشان نستفيد بشغلنا في الفترة ديت والفترة السابقة، ونقدم من خلاله ملف قوي وملف محترم. السؤال الثالث وهو سؤال يعني خاص بنطاق العمل، كيف أثرت في تعلم
ونمو زملائك في العمل؟ هل وصلت إلى ما وراء الصف للتدريب أو دعم المعلمين الآخرين في النمو المهني داخل المدرسة أو خارج المدرسة؟ بمعنى هنا إن أنا لو أنا قدمت ورشة داخل مدرستي في مجال تكنولوجيا التعليم، لو أنا ساعدت زملائي إن هم يبقوا معلمين مبدعين بالتسجيل في المنصة، أو إن أنا ساعدت أي حد من زملائي خارج المدرسة أيضا أحط الأدلة وأقوم بشرح هذه النقطة. طيب أنا لو ما ساعدتش أو إن أنا ما جت لي فرصة إن أنا أدرب حد من زملائي، هل النقطة دي يعني هتمنعني من الحصول على لقب معلم الخبير؟ إطلاقا، هو المحك الرئيسي زي ما قلنا جودة شغل حضرتك مع الطلاب، وهو الشغل الرئيسي أو المحك الرئيسي للتقديم في مسابقة المعلم الخبير. السؤال الرابع، وهو السؤال الأخير اللي بنختم به البروجكت أو المشروع بتاعنا اللي بنقدمه، إذا أصبحت معلم مايكروسوفت الخبير، يعني لو حضرتك بقيت MI Expert، كيف تأمل أن تؤثر في الفترة القادمة في خلال ال 12 شهر؟ إزاي الموضوع ده هيكون مؤثر مع حضرتك، وإيه هو دورك في الفترة الجاية في ال 12 شهر، أي من خلال العام القادم، يعني على مدار عام قادم إيه الموضوع ده هيكون مؤثر معاك إزاي؟ هنا ممكن نشرح نص مقالي نكتب فيه إزاي إن أنا الموضوع ده هيفرق معايا في نمو المهني والتطور المهني، وبيكون هنا شرح يعني يختلف من شخص إلى آخر. بعد ما كملنا الخطوات 1 2 3 والخطوة الثالثة جاوبنا فيها على الأربع أسئلة، أقدر أقول لحضرتك إن دلوقتي it's the time for nominations أو for your application، إن ده الوقت المناسب إن حضرتك تقدم على مسابقة المعلم الخبير، ولكن زي ما قلنا التسجيل يفضل من 1/5 ل 15/7. ده الموقع الرسمي للتسجيل زي ما حضراتكم شايفين، بندخل عليه ونسجل حسابنا ونعبي البيانات، ومن خلاله نحط لينك البروفايل بتاعنا ولينك ملف السوي أو ملف الفيديو. قبل كده كان التقديم من 15/4 ل 15/7، لكن السنة دي التقديم من 1/5 ل 15/7، وبأكد على حضراتكم الالتزام بالفترة دي اللي هي 1/5 ل 15/7 علشان اسمنا ينزل في القائمة الخبراء اللي بتنزل على مستوى العالم، وإن شاء الله تنزل في 31/8 ويكون أسماء حضراتكم كلها موجودة فيها بإذن الله. طيب هنا السؤال المهم، هو أنا هستفيد إيه بلقب المعلم الخبير؟ يعني إيه الامتيازات اللي أنا هحصل عليها بمجرد حصول على اللقب؟ ولا هل الموضوع ده أنا بضيع فيه وقت ولا إيه يعني؟ لا، في مميزات كثيرة جدا لو حضرتك حصلت على لقب المعلم الخبير. أول ميزة طبعا إن إحنا في تطوير مهني، في تطوير مهني ووظيفي كبير جدا، المعلم كل يوم بيتعلم شيء جديد وبيطبقه على داخل الصف وفي الحصص الدراسية، وطبعا حضرتك بتوثق كل شيء بيتم في التطوير المهني في المجال ده من خلال شهادات رسمية بتاخدها من شركة مايكروسوفت وبتكون معتمدة على مستوى العالم كله. طبعا على سبيل المثال وليس الحصر، دي بعض الشهادات اللي انا حصلت عليها، يعني في شهادات كتيرة، ولكن يعني انا اخترت لحضراتكم يعني 2 أو 3، فبالتالي ده شكل الشهادة الرسمية اللي حضرتك هتحصل عليه، هي شهادة معتمدة من شركة مايكروسوفت مترخة بالتاريخ وممضية من رئيس شركة مايكروسوفت في مجال قطاع التعليم، وبالتالي هي شهادة محترمة جدا ممكن نقدمها في أي مكان ولأي مؤسسة خارجية. الميزة رقم 2 وهي إن أنا أقدر أستضيف فعاليات إقليمية أو إن أنا أشارك في أنشطة إقليمية أو دولية لشركة مايكروسوفت، ومن خلالها أكون
شغلي داخل الصف. وده مثال، كنا مستضيفين الرئيس الإقليمي لشركة مايكروسوفت في الخليج والوطن العربي، كنت مستضيفه في لقاء في حصة دراسية للطلاب عن الطلاب دول في صف 11 تكنولوجي، والطلاب قاموا بطرح الأسئلة، وكانت مناقشة متميزة مع السيد تشارلي، هو الرئيس التنفيذي لشركة مايكروسوفت في الخليج والوطن العربي. بالتالي انت بتكون ليك أولوية في حاجات كثيرة جدا خاصة بشركة مايكروسوفت. الحاجة الثالثة، ان بامكانك انك تحضر ندوات مايكروسوفت العالمية عبر الانترنت، ودي بتكون يعني احيانا على مدار الشهر، واحيانا على مدار بتكون ربع سنوية. فبالتالي انت ليك أولوية كبيرة جدا انك تحضر الندوات ديت، وايضا في فعاليات اخرى خاصة يشترط حضورها الحصول على دعوة من مايكروسوفت. حاجات كتيرة جدا وفعاليات كتيرة جدا الهدف منها هو تبادل الخبرات، وفعلا بيكون فيها استفادة، لان احنا بنقابل خبراء في مجال التعليم على مستوى العالم من دول مختلفة، وبيكون فيها ممارسات متميزة نقدر نستفيد بيها ونفعلها مع طلابنا بإذن الله. نيجي بقى لنقطة أخرى، وهي تبادل الخبرات مع المعلمين والمتخصصين. إننا بنقابل مجموعة مختلفة من الخبراء على مستوى العالم، وبالتالي أنا أقدر أستفيد من شغلهم وأطبقه مع طلابي. أيضا عندنا إن أنا أقدر أختبر منتجات مايكروسوفت الجديدة من قبل ما تنزل، في إن هم بيعطوني أولوية إن أنا بيكون لي فرصة إن أنا أجربها في صورتها التجريبية قبل أي شخص، قبل ما تنزل أصلا السوق. فدي ميزة برضه مهمة من شركة مايكروسوفت في حال إن أنا حصلت على لقب معلم خبير. نيجي بقى لنقطة المهمة جدا، وهي بمثابة تكريم دولي وعالمي للمعلمين الخبراء، وهي مسابقة الإيتو السنوية أو الإدوكيشن إكستشينج، تبادل الخبرات الموجودة على مستوى العالم. بيتم على مدار كل سنة عمل لقاء دولي، منتدى دولي عالمي على مستوى العالم، وبيكون في دولة معينة بيتم اختيارها من قبل شركة مايكروسوفت، ومن خلاله بيتم دعوة مجموعة محددة، يعني نقول يعني خلاصة الخبراء من المعلمين الخبراء على مستوى العالم كله، بيتم دعوتهم لحضور المؤتمر، والدعوة بتتم من خلال مسابقة المعلم بيقدم فيها شغله، وبيتم اختياره للسفر، وبيكون الرحلة كاملة، التكلفة كاملة على شركة مايكروسوفت، المعلم ما بيدفع أي شيء. العام الماضي كانت في باريس في فرنسا، والعام اللي قبليه كانت في سنغافورة، والعام ده كان المفترض لها تكون في استراليا في سيدني، والحمد لله بعد توفيق الله تم اختياري للسفر في سيدني. في كان الموضوع كان في 23 مارس، ولكن للأسف مع الظروف والتحديات اللي موجودة بسبب فيروس كورونا تم تأجيل المؤتمر لأجل يعني يتم إشعارنا بميعاد آخر. ولكن المؤتمر مميز جدا، وفرصة كبيرة ان احنا نتبادل خبرات على نطاق عالمي ونطاق دولي، فرصة ان احنا نسافر ونشوف العالم ماشي ازاي، التكنولوجيا في العالم ماشي ازاي، التعليم على مستوى العالم في دول مختلفة زي سنغافورة ولا ماليزيا ولا امريكا ولا اوروبا، الدنيا ماشية فيها ازاي، الناس دي وصلت لايه، ايه اللي ناقصنا، ايه اللي انا اقدر اتعلمه من الناس ديت. فان شاء الله فرصة كبيرة لحضراتكم بعد الحصول على لقب معلم خبير ان حضراتكم تقدموا في مسابقة الإيتو. ان شاء الله يكون في فيديو خاص بمسابقة الإيتو، وازاي ان انا اقدم فيها، وايه هي خطواتها وشروطها اللي لازم ان انا اكون لازم تكون متوفرة عندي، وايه البروجكت اللي هنقدمه في مسابقة المعلم الخبير عشان ادخل بيها مسابقة الإيتو. بإذن الله يكون في فيديو كامل عن المسابقة، ولكن حاليا احنا تركزنا على مسابقة المعلم الخبير لان ده وقتها فعلا. خالص الشكر والتقدير لحضراتكم على مشاهدة الفيديو، اتمنى يكون الفيديو نال اعجابكم،
وإن شاء الله يكون في فيديو آخر يتناول طريقة التسجيل في موقع الترشيح لمسابقة المعلم الخبير، وفيديو آخر هيتناول إزاي أعمل البروجكت الخاص بي لمسابقة المعلم الخبير. ولكن حاليا حضراتكم المفترض تشتغلوا على أول نقطة، إن حضراتكم تتأكد إنك متسجل على موقع مايكروسوفت، نتأكد إن إحنا عندنا 1000 نقطة خلال الفترة دي لحد 1/5، نقوم بتجميع كل شغلنا على هيئة بروجكت، يعني نعمل فولدر كده خاص بينا على اللابتوب ونحط فيه سكرين شوت أدلة من صور وفيديوهات لشغلنا مع الطلاب، وإن شاء الله هيكون الفيديو الآخر عن طريقة عمل البروجكت الخاص بينا على ملف سوي، علشان يكون بشكل مميز بشكل يعكس إبداع حضراتكم والممارسات المتميزة بإذن الله. أتمنى الفيديو يكون نال إعجاب حضراتكم، وأتمنى الاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات علشان يوصلنا آخر الفيديوهات بشكل منتظم. شكرا لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.